اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم وبحمدك. آخر دعاء: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني، ما أكون مرهون للدنيا متعلق بها تعلق شديد يحملني على معصيتك، فك رهاني واجعلني في الندى الأعلى، يعني واجعلني مع الرفيق الأعلى، اجعلني أحلق في آفاق الكمال وهو بالأفق الأعلى، في شخص سخيف شهواني أرضي، في شخص رباني همه خدمة الخلق، همه هدايتهم، همه مرضاة الله عز وجل. ففرق كبير بين من يعيش في الأفق الأعلى ومن يعيش في الأوحال. آخر دعاء: اللهم اغفر لي ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندى الأعلى. يعني إخواننا الكرام، لو أن واحدا منكم لم يحفظ كل هذه الأدعية وأوى إلى فراشه، لو دعا الله بلغته المألوفة: يا رب احفظني، يا رب استرني، يا ربي أنت ربي لا إله غيرك. ممكن الأمل خليه بسيط، العبرة أن تكون مع الله إذا أويت إلى فراشك. إن حفظتها أنعم وأكرمي، وإن لم تحفظها تدعو دعاء من صياغتك. العبرة أن تكون مقبلا على الله عز وجل. باسمك أضع جنبي نعمة النوم لا تعديلها نعمة. والله الأخ اللي سألني مرة لا ينام ما خلى طبيب، قلت له بذل جهد، قال لي بمشي حوالي 20 كيلومتر مشي حتى أتعب ما بنام. عينت مشكلته أيام طويلة ما في حل، مرض نادر ما بينام أبدا، دائما مهزوز كيانه، دائما مهدود. فإذا واحد آوى إلى فراشه ونام نوم عميق، في فندق بألمانيا مكتوب على السرير: إن لم تنم فليس الذنب من فروشنا الوثيرة، إنها وثيرة، ولكن المشكلة من ذنوبك. الإنسان في النهار اقترف ذنوب لا ينام الليل. من هذا الذي ينام نوم عميق؟ المستقيم ينام يؤوي إلى فراشه وليس في رقبته حق لأحد. ما بنى مجده على أنقاض الآخرين، ما بنى غناه على فقرهم، ما بنى حياته على موتهم. الطغاة يبنون حياتهم على موت الآخرين، يبنون مجدهم على تحطيم الآخرين، يبنون غناهم على إفقار الآخرين. يعني أفضل 1000 مرة أن تكون إنسانا في التعتيم وفقير وضعيف، لكنك ناج عند الله، من أن تكون قويا وغنيا لكنك بنيت غناك ومجدك على أنقاض الآخرين. يعني تحاك مؤامرة لاجتياح مكان أو لحرب قد يموت فيها آلاف مؤلفة وملايين مملينة، هم يقبعون في مكاتبهم ويخططون لحروب، وليست الأخبار عنكم ببعيد. فحينما تنام وليس في رقبتك حق لأحد تنام نوما عميقا. علامة النوم العميق أن الإنسان مستقيم. الناس ينامون يشعرون بالتعب فينامون، لكن الليل عند رسول الله عبادة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا آوى إلى فراشه يقول: باسمك اللهم أحيا وأموت. أدرك أن الإنسان في الليل يموت ولكنه موت مؤقت، ولعله يموت فلا يستيقظ. فيقول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤوي إلى فراشه: باسمك اللهم أحيا وأموت. لكن الدعاء الأطول كان عليه الصلاة والسلام يقول: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل: باسمك ربي. باسمك ربي لها معنيان. المعنى الأول أن النوم من نعم الله عز وجل. أعرف إنسانا لا يستطيع النوم، والله لو أن الدنيا كلها بيده لدفعها مقابل أن ينام سنوات طويلة. مرض نادر جدا لا ينام صح. فباسمك ربي، يعني هذا النوم نعمة منك يا ربي، وينبغي أن أنام وفق منهج رسولك. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن تشرب الماء،
يعني هذا الماء من نعم الله الكبرى. الناس في البحر يموتون عطشا، لو أن ماء الأرض ملح أجاج ماذا نفعل؟ من جعله عذبا فراتا؟ فالمعنى الأول لباسمك ربي أن هذه نعمة من عندك يا رب، وينبغي أن أتعامل بها وفق منهجك. فكان عليه الصلاة والسلام يشرب ثلاثا، يشرب جالسا، يشرب ويسمي. فكلما قلت بسم الله قبل أن تفعل شيئا يجب أن تذكر شيئين، أن هذا الذي أنت مقدم عليه نعمة من نعم الله، وهي من خلق الله، وهي إكرام من الله، ثم إنك ينبغي أن تأخذها وفق منهج الله. أما الكلمات حينما تردد دون أن نفقه معناها تفقد مضمونها، تفرغ من مضمونها. بسم الله ما تعني بسم الله؟ بسم الله وقد يظن أن هذه نعمة فلان، يشرك وهو لا يشعر. بسم الله وهو يفعل في هذه النعمة فعلا يخالف منهج الله عز وجل. فحينما تقول بسم الله يجب أن تذكر شيئين، أنها نعمة والفضل لله عز وجل، وأن تعاملك معها ينبغي أن يكون وفق منهج الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي وضعت جنبي. الأعصاب في النوم تتباعد، فالسيالة العصبية تقف عند التباعد فتنام. الإنسان إن لم ينم يهد كيانه، تتعب أعصابه، لكن لو جاء صوت كبير جدا أو صاخب هذه السيالة تتجاوز هذا الفاصل. فكل أنواع المهدئات تباعد بين الأعصاب. الأعصاب عبارة عن قطع متباعدة أو متقاربة، وكل المنشطات تقرب هذه الفواصل. فالإنسان حينما يتعب تتباعد فواصل أعصابه فيؤوي إلى فراشه. والنوم من نعم الله العظمى، لكن النوم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام عبادة. فباسمك إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. لي صديق آوى إلى فراشه، في أثناء الليل مست زوجته يده فإذا هي باردة، فقامت مذعورة إنه ميت. فباسمك أضع جنبي وباسمك أرفعه. في احتمال إنسان ما يستيقظ، قلنا أخ كريم رحمه الله آوى إلى فراشه ومن عادته أن يذهب إلى صلاة الفجر في المسجد وأهله قد ينامون، على طعام الإفطار طرقوا باب غرفته فإذا هو ميت. فالإنسان احتمال أن لا يستيقظ قائم الاحتمال، والنبي نبهنا إلى ذلك، باسمك أضع جنبي وباسمك أرفعه. إن أمسكت نفسي يعني أنت توفيتني، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، مو إلى ما لا نهاية، إلى أجل مسمى. استيقظ 138 ليوم بيعني كل ما استهلك يوم نقص عمره. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي دعاء آخر يعني أرأيتم إلى النوم كيف أنه عبادة. إنسان يبدأ نومه بهذه الأدعية، إذن هو مع الله. لو أن الله توفاه في هذا الليل يتوفاه على الفطرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن. وقد قرأت بحثا قديما حول فوائد الاضجاع على الشق الأيمن. المؤمنون ينامون على شقهم الأيمن، والأغنياء ينامون على شقهم الأيسر، يأكلون كثيرا مركز الثقل على الشق الأيسر،
والملوك ينامون على ظهورهم والفقراء على بطونهم، أما المؤمنون على شقهم الأيمن. طبعاً أنت لست مسؤولاً بعد النوم كيف تنام، أما إذا بدأت النوم ينبغي أن تبدأ النوم على شقك الأيمن. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. دائما الحالة الصحية في التعامل مع الله أن تكون بين الرغبة والرهبة. إن خفته خوفا أعاقك عن أن تحبه، هذا خوف مرض، وإن أحببته حبا منعك أن تطيعه، هذه محبة مرضية. ينبغي أن تجمع بين الخوف والرجاء، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. حالة نادرة جدا. الله عز وجل قوي وجبار ومنتقم، إن بطش ربك لشديد. فالإنسان ينبغي أن يخاف من الله. كيف أنجو من بطشه ومن عقابه ومن بلائه؟ بالإقبال عليه. لا تنجو منه إلا بالإقبال عليه. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فإذا مت، مت على الفطرة، يعني مت مؤمنا. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإذا مت، مت على الفطرة. اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك. هذا التوكل. أنت ضعيف لكنك بالله قوي جدا، رغبة ورهبة، محبة وخشية. لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإذا مت، مت على الفطرة. من أدعية النبي قبل أن يؤوي إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. أرأيت إلى هذا الشمول، رب السماوات والأرض، الكون كله. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك، المجرات، السماوات والأرض، الرزاق، فالق الحب والنوى، الهادي، يعني خلق ورزق وهدى. كنت أقول دائما أنت في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت وجدت، وعام 1900 من منا كان على قيد الحياة؟ من منا له اسم؟ من هو فلان عام 1900؟ لم يكن شيئا مذكورا، وسيأتي يوم لا نعود شيئا مذكورين إطلاقا. فهو الذي أوجدنا، فالق الحب والنوى، وأمدنا بالرزق، وهادينا، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر، لكن أنت آخذ بناصيتي. ما في جهة بالأرض إلا بيد الله. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. هذا المعنى مريح. في قوى جبارة، في أحقاد في العالم طاغية، في أحقاد. الشر لا يعلمه إلا الله. الشر نتيجة البعد عن الله عز وجل. يعني مثلا قرأت خبر قبل سنوات بجريدة أنه تم بأستراليا إعدام 20 مليون رأس غنم بالرصاص، ودفنت للحفاظ على أسعار اللحم المرتفعة في العالم. وهؤلاء الشعوب التي تموت من الجوع، قلوب قاسية كالصخر، لكن الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيتي. هذا المعنى مريح جدا. يعني هذا الشر من مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى يوظف شره للخير المطلق، يوظف شره للخير المطلق. ثم يقول: أنت الأول يا رب فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. والدين كما تعلمون هم بالليل وذل بالنهار، معناها ليل النبي عليه الصلاة والسلام ليل أبيض، ليل عبادة،
ليل قرب من الله عز وجل، حتى النوم عبادي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بنور وجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم. المغرم الدين والمأثم الإثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. ألم يقل الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون؟ إن لم يغلبوا معنى ذلك أنهم ليسوا جند الله. لو أنهم جند الله حقيقة لا يمكن أن يغلبوا. وإن جندنا لهم الغالبون. لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني الأذكياء لا ينفعهم ذكاؤهم معك، لأن الذكي يؤتى من مأمنه. سبحانك اللهم وبحمدك. طبعا لست مضطرا أن تدعو بكل هذه الأدعية، لكن لو دعوت بأحدها قبل أن تنام صار نومك عبادة. أمد الله بأعمارنا جميعا، لو قبل الله الإنسان في ليله مات على الفطرة، مات مؤمنا، مات إلى الجنة.